نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر، أهلا بكم. قال حسن طاهر أويس رئيس مجلس شورى المحاكم الإسلامية وعضو اللجنة المركزية لتحالف إعادة تحرير الصومال إن اتفاق السلام الذي وقعته حكومة الصومال المؤقتة مع تحالف إعادة تحرير الصومال في المحادثات الجارية في جيبوتي لا يلزم إلا من وقع عليه. وأضاف أويس في نشرة سابقة أن الطرف الذي يمثله لن يوقف ما أسماها المقاومة طالما أن الجيش الإثيوبي موجود في الصومال، مشيرا إلى سلسلة تحفظات على الاتفاق. ما حافظوا النظام أولا، ثانيا ما حافظوا المبادئ، مبادئ التحالف ما حافظوها، لأنه أولا يعني هي هؤلاء الإثيوبي حتى الآن ليس نصا على خروجهم، ليس نصا. وأيضا المشكلة الأخرى هي الاتفاق والتقاسم السلطة مع الحكومة العميلة التي جاءت بهذا العدوان وكانت سببا في ذلك، وكل هذا يعني وإتيان جنود عالميين كانوا ينفذون ما كانت إثيوبيا ما استطاعت أن تنفذه. هذا وكانت حكومة الصومال المؤقتة قد وقعت أمس اتفاقا للسلام مع تحالف إعادة تحرير الصومال في المحادثات الجارية في جيبوتي، وينص الاتفاق على وقف جميع الأعمال العسكرية بين الطرفين وخروج القوات الإثيوبية من الصومال في غضون 120 يوما شرط أن تحل مكانها قوات دولية. هي المرة الأولى التي يتعانق فيها الطرفان بعد الإطاحة بالمحاكم الإسلامية نهاية عام 2006. عناق يأتي بعد نقاشات ومداولات استمرت أكثر من أسبوع أفضت إلى اتفاق على نقاط رئيسية. تعمل الحكومة الصومالية الانتقالية خلال 120 يوما على تنفيذ قرار سابق للحكومة الإثيوبية سحب قواتها من الصومال، وذلك بعد نشر أعداد كافية من قوات تابعة للأمم المتحدة. ويطلب الطرفان من مجلس الأمن إصدار قرار يدعو الدول الصديقة للصومال ما عدا الدول المجاورة إلى إرسال قوات للمساعدة على إعادة الاستقرار إلى الصومال. هذه الاتفاقية اتفاقية تاريخية، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تنهي الأزمة الصومالية التي طال أمدها طوال 18 عاما. أنا متأكد أن هذه الاتفاقية ستسعد الصوماليين وأنهم وجميع أبنائنا يتوقعون ثمارا طيبة من هذه الاتفاقية. الوثيقة تلزم المعارضة الصومالية والحكومة الانتقالية إلى جانب الأطراف المتحالفة معهما بإيقاف جميع العمليات المسلحة لمدة 90 يوما قابلة للتجديد ابتداء من يوم توقيع الاتفاقية، كما يلزم الاتفاق تحالف إعادة تحرير الصومال بإيقاف عملياته المسلحة والتنديد بها، رغم أن الطرفان اتفقا على صيغة نهائية لإنهاء صراعهما، فإن عقبات كأداء تنتظرهما وليس أقلها إقناع المسلحين المناوئين للوجود الإثيوبي الذين يرفضون وقف إطلاق النار قبل خروج القوات الإثيوبية من الصومال. وأنا مبسوط تماما بنجاح الصومال، معارضة وحكومة وأصدقاء وجالية، أنهم تضامنوا لرجوع شرف دولتهم وقيامها وسيادتهم. حركة شباب المجاهدين والشيخ حسن تركي وكذلك بعض قيادات التحالف في أسمرة كانوا يرفضون مفاوضات جيبوتي من حيث الأساس مقابل جماعات مسلحة أخرى التزمت الصمت لتنتظر نتائج هذه المفاوضات. أما وأن تم توقيع الاتفاق فربما يرجحون الكفة لصالح الاتفاق أم ضده. فهد ياسين، الجزيرة، جيبوتي.